السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزتي أعزائي في المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الصفحة 37. غادي نمشي وأتمم إنجاز عمليتي الطرح التاليتين. كما راكم تشوفوا هادو العمليات نتاع الطرح، يعني اللي خصنا نفهموهم مزيان سيرتو في السوايع والمينوت والدقائق أو الثواني. غادي نمشيو هنايا، عندنا 18 ساعة و24 مينوت ناقص 9 سوايع و30 مينوت. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن 24 أصغر من 30، إذا لا يمكن 24، ما خصناش، لأن ما غاديش نقبضو ونديرو الاحتفاظ في السوايع ونقصو ونزيدو، هذه لا يمكن في الساعات والدقائق والسيكونت. إذن ماذا نفعل؟ سننزع من الساعة ونزيد للمينوت. كيف ننزع من الساعة؟ عندنا هنا 18 ساعة، غادي نقصوا منها ساعة، واش تولي لنا 17 ساعة، ونزيد ديك 60 دقيقة اللي قلعناها منها، يعني ساعة فيها 60 دقيقة، إلا زدناها ل 24 غادي تولي لنا 84 مينوت. فهمتوا؟ هنا 18 ساعة، إلا قلعنا منها ساعة وحدة تولي لنا 17 ساعة، والساعة شحال فيها مينوت؟ فيها 60، الساعة وحدة فيها 60 مينوت، إذا 60 مينوت إلا زدناها مع 24 غادي تولي لنا 84 مينوت، إذا ولات لنا مقادة، قلعنا منها وزدنا منها، صايي أحبائي. ودابا عاد من حقنا نديرو العملية نيشان، إذا غادي نمشيو 4 ربعة ناقص صفر شحال تعطينا؟ ربعة. ربعة ناقص صفر تعطينا ربعة، وهنا ثمانية ناقص ثلاثة تعطينا خمسة. نكتبو مينوت، نكتبو مينوت هنا، غادي نديلكم غير أم تعرفوها بلي مينوت. غادي نديرو أش يعني أوغ، وشا 17 ناقص 9 شحال تعطينا؟ 17 ناقص 9 8، يعني 8 اوغ و 54 مينيت. غادي نمشيو للعمليه الثانيه، كما راكم تشوفوا عندنا نفس نفس الاخر، عندنا هنايا 20 سيكونت، هنا مشات لنا 20 سيكونت، عندنا في السيكونت واش نديرو؟ 20 سيكونت ناقص 45، هل يمكن؟ هل ساضع الاحتفاظ في عمليه الساعات وهذه؟ لا يمكن، ما نديروش ما نضعوش ما نوضعوش الاحتفاظات. إذا 20 صفر ناقص 5 لا يمكن، مهم 20 ناقص 45 لا يمكن. إذا ماذا سنرى؟ ماذا سنضع؟ غادي نديرو هنا نقلعو من المينوت، غادي نقلعو تولي لنا 44، 44، وهذيك وحدة دقيقة هي 60 سيكونت، وحدة دقيقة هي 60 سيكونت، 60 إلا زدناها على 20 شحال تعطينا؟ تعطينا 80، إذا عندنا هنا 80 سيكونت، وهذا 44 مينوت، وغادي أوغ تبقى لنا هي 8 أوغ. غادي نمشيو دابا لعملية الطرح، إذا 80 ناقص 45 ممكن. وغادي نمشيو هنا للدقائق، ماذا نلاحظ في الدقائق؟ الدقائق أصغر من الدقائق اللي عندنا هنايا، 44 أصغر من 54، إذا حتى هي لا يمكن، إذا لماذا إلى ماذا سنتحول؟ نتحول إلى الساعات لكي نضبط المينوت. ماذا نفعل في الساعات؟ إذا 8 ساعات غادي نقلعو منها ساعة تولينا 7 ساعات، إذا غادي نمحيو نمسح 8 ساعات، غادي نمسحو 8 ساعات تولينا 7 ساعات، ها هي رقلنا هادي، وستين مينوت، يعني الساعة الواحدة اللي قلعناها منا غادي نردوها لربعة وربعين، غادي نردو 60 دقيقة مع الربعة وربعين، شنو تولينا؟ ماذا ترجع لنا؟ غادي ترجع لنا 104، 104،
يعني ولات لنا 7 اوغ و 104 مينوت و 80 سيكوند. الان يمكن لنا انجاز العمليه صحيحه. اذا 0 ناقص 5 لا يمكن. غادي نوضعوا له واحد الاحتفاظ ونردوا الاحتفاظ، ضروري نردوه هو الاول. اذا 10 ناقص 5 شحال تعطينا؟ 5 سيكوند. وغادي نمشيو لثمانية ناقص خمسة شحال تعطينا أعزائي؟ 3. غادي نمشيو لمينوت، هنا غادي ندير لكم غي أم يعني تعرفوها بالمينوت بحال هادي. إذا غادي نمشيو لأربعة ناقص أربعة شحال تعطينا؟ تعطينا 0. وهنا 10 ناقص 5 تعطينا 5. صافي رجلنا هادي ما لقالنا لا احتفاظات لا حتى شي حاجة. إذا 7 ناقص 3 شحال تعطينا؟ غادي نديرو الأوغ هي الأولى. 7 ناقص 3 شحال تعطينا؟ تعطينا 4. حسن جدا. إذا 4 أوغ 50 مينوت 35 سيكوند، يعني العملية الآن جاهزة. غادي نمشيو هنايا لهاد السؤال رقم 4، ننجز العمليات الجمع التاليتين. كنعرفوا بلي ان الجمع ما فيها لا احتفاظ لا هادي، يعني الجمع عادي كنجمعوا عادي ماشي مشكل. غادي نشوفوا واش هو المشكل اللي عندنا هنا. يعني عندنا هنا جمعوا لنا المينوت 7 ناقص 5 2 4 ناقص 2 عفوا زائد 7 زائد 7 زائد 5 12، وعندنا 4 زائد 2 6 والواحد هو 7. غادي نمشيو لاغ نجمعوها، عندنا 9 زائد 5 14 ونحتفظوا بالواحد، عندنا 3 يعني 34. ماذا نرى هنا؟ نرى هنا 72 في المينوت، غير معقول. اذا المينوت شحال حنا عندنا؟ عندنا غير 60 وزايدين لنا هنا 12 المينوت، وعندنا 34 اوغ. هل كاين 34 اوغ؟ لا، كاين 24 اوغ، يعني هي واحد جوغ. غادي نمشيو باش نحولو بعدا المينوت. المينوت غادي ندير لكم اعزائي، المينوت هنا عندنا كما تلاحظوا معايا عطاونا 72 مينوت. 72 مينوت الا بغينا نحولوها يعني باش تولي لنا صحيحه، شحال زايديننا على المينوت؟ يعني احنا عندنا 60 زائد 12، وهاد المينوت وهنا عطينا 34 اوغ. يعني هاد المينوت اللي زايده لمن نردوها؟ غادي نردوها للساعه، يعني غادي تبقى لنا هنا 60 مينوت، وهاد 12 مينوت هاد عفوا هاد 12 مينوت تبقى لنا هنايا، وهاد 60 مينوت هي ساعة واحدة. يعني باش تكون هنا 34 غادي نديرو 35، 35 تبقى لنا اوغ و 12 مينوت، يعني هاد 60 زدناها هنايا اعزائي. اذا راح نحولنا المينوت، غادي تبقى لنا 12. اذا نديرو هنايا 12، نديرو هنا 12 مينوت، ها هي قعدت لنا. نمشيو ل 35، نمشيو ل 35 مينوت. 35 مينوت غادي نرجعوها للجوغ، الجوغ ياك. يعني هنا شخص تقعد لنا، يعني 24 جوغ هي ساعة واحدة. غادي نديرو 24، 34 ناقص 24، 34 ناقص 24، غنديرو 34 ناقص 24، شحال غادي تبقى لنا؟ غادي تبقى لنا عشرة، عشرة اوغ. وهاديك ال 24 زدناها هنا اللي ولات لنا ان جوغ، ان جوغ وعشر وعشر ساعات. عفوا هنايا ماشي عشرة، 11 هنا 11 العملية تكون هنا 11، هنا واحد جوغ 11 اوغ 12 المينوت.
غادي نمشيو للعمليه الثانيه، واش قالوا لنا هنا عمليه زائد، غادي نجمعوا اولا العمليه نديرو هنا بعدا سيكونت، غادي 9 زائد 1 شحال تعطينا 10، عندنا زوج، زوج زائد 5 هي زوج زائد 3 هي 5، والواحد هي 6، 6 مينوت 60 سيكونت. رحنا لقيناها مينوت، 3 زائد 6 شحال تعطينا 9، عندنا 5 ناقص 0 5، يعني 59 مينوت. غادي نمشيو للاوغ، 9 زائد 6 شحال تعطينا 15. وشا غادي نديرو هنايا، غادي نبسطو الامور وغادي نحولو العمليات ديال، اي نحولو هاد الدقائق والسيكونت والساعات. وشا غادي نحولو اولا، ديما نمشيو للسيكونت هو الاول الا فيه شي تحويل. اذا السيكونت شا فيه هنا 60 سيكونت، 60 سيكونت شحال كتعطينا من الدقائق؟ كتعطينا واحد دقيقة وحدة هي 60 سيكونت، دقيقة وحدة هي 60 سيكوند. غادي نديرها لكم هنايا، دقيقة واحد مينوت هكا تساوي 60 سيكوند، هذه هي القاعدة. وعندنا 60 سيكوند تعطينا واحد مينوت، وواحد مينوت تعطينا 60 سيكوند. إذن هاد 60 سيكوند غادي نحولوها لواحد مينوت، وحنا شحال عندنا مينوت هنا؟ شحال عندنا مينوت؟ 59. الا زدنا لها واحد مينوت غادي تولي لنا 60، اذا هذه ما غاديش تبقى، لا ما غاديش تبقى، اذا غادي نردوها 60، 60 مينوت. غادي تولي لنا 59 زائد مينوت وحده غادي تعطينا 60 مينوت، والاوغ غادي تبقى لنا 15 الاوغ. وغادي نزيدو نحولوها، الا بغينا 60 مينوت راه عندنا كافيه باش نردو، نردوها لواحد ساعه. اذا واش نقولوا؟ 60 هنا 60 مينوت تساوي 1 اوغ. شتو ساهله، 60 مينوت تساوي 1 اوغ. اذا هاد 60 مينوت اللي هي 1 اوغ غادي نردوها ل 15 اوغ، شحال تولي لنا؟ غادي تولي لنا 16 الاوغ، غادي تولي لنا 16 الاوغ. وهنا صافي تبقى 00 مينوت، وهنا تبقى 00 سيكوند. اذا هذه هي التحويل تاع العمليات نتاعنا، نتاع هاد عمليتي الجمع. اذا غادي نمشيو للسؤال الخامس، غادي نمشيو للسؤال الخامس. كما قلت لكم ماذا نلاحظ هنا؟ سباق هنا، رجال يقومون بسباق. غادي نقراو ماذا يقولون باللغة الفرنسية. ليتيكيت، شنو هما ليتيكيت؟ هما هادو ليتيكيت، انديك لي طون، راهم يبينوا لنا شحال نتاع الوقت. هنا بالسيكونت راهم دايرين لنا شحال تاع الوقت اللي يديروا هاد المتسابقين. réalisé par une équipe dans une course du 4 fois 4 fois هي 4 د المرات 400 متر، 4 د المرات كيجريو في 400 متر. اذا جو كالكولي يعني احسب، كالكولي احسب اون اور اي مينوت بالساعات وبالدقائق. لو طون كان ديغي سيت كورس دو غولي، يعني شحال جراو هاد المتسابقون من دوره، يعني من الاخر. غادي نمشيو واش نديرو؟ عندنا عطاونا هنا الكوغور، عطاونا قالوا لنا 4 د المرات، يعني واحد المسافه كيقطعوها 4 د المرات. غادي نوريكم كيفاش، يعني ها هو واحد المسافه، واحد المسافه بحال هكا، هادي اللي كيجريوها، يعني كيقطعوها 4 د المرات هكا، 4 د المرات. يعني وحده شحال فيها؟ وحده فيها 47 سيكوند، ها هي 47 سيكوند. وحده فيها 49 سيكوند، 4 د المرات. انا درتي 3، اذا نزيد وحده 49 سيكوند، 46 سيكوند.
عندنا 48 سيكوند ياك. اذا هذه هي المسافه اللي قطعوها، كل وحده شحال قطعوا فيها نتاع الوقت. واش قالوا لنا؟ قالوا لنا خصنا نحسبوا هاد المسافات. اذا واش غادي نديروا؟ غادي نديروا 47 زائد 49 زائد 46 زائد 48 وغادي نحسبوه. عندنا 9 زائد 7 شحال تعطينا؟ تعطينا 16. عندنا 8 زائد 6 شحال تعطينا؟ 8 زائد 6 غادي تعطينا 14 زائد 16 عندنا 20 30 10 30. اذا غادي تعطينا 30. غادي نديرو الصفر ونحتفظو بالثلاثة. عندنا الربعة والربعة شحال؟ 8 والثمانية هي 16 وثلاثة 16 17 18 19. اذا شحال قطعوا المسافة؟ قطعوا المسافة 190 سيكوند ياكو. غادي نكتبوها هنا اعزائي باش غادي نفهمو مزيان. درنا العملية 47 سيكوند زائد 49 سيكوند زائد 46 سيكوند زائد 48 سيكوند شحال عطاتنا؟ تساوي 190 سيكوند. هل حنا عندنا فعلا 190 سيكوند اعزائي؟ لا، سيكوند شحال فيها؟ سيكوند فيها غي 60 سيكوند، يعني خصها تكون 60 سيكوند. اذا نديرو 190 شحال فيها من سيكوند باش نعرفو. 190 شحال تعطينا من سيكوند؟ غادي تعطينا 60 زائد 60 هي 66 120 زائد 60 هي 180 ونزيدو لها ديك العشرة باش غادي نقسموها. ها هي، الا بغينا نخرجو السيكونت غادي تبقى لنا 10 سيكونت، وهذه نجمعوها للدقائق. 10 غادي نخليوها سيكونت زائد هذه سيكونت لانها صافي. هادو ثلاثة غادي نجمعوهم للدقائق، شحال غادي يعطيونا من دقيقة؟ ثلاثة دقائق، يعني ثلاثة مينوت. ثلاثة مينيت، يعني عندنا خرجت لنا العملية 3 مينيت و10 دقائق. إذا أعزائي هنا كما راكم تشوفوا السؤال هم غالطين باش يديروا لنا المينيت والسيكونت، هما داروا لنا السيكون الأوغ والمينيت، يعني 3 دقائق ما يمكنش تعطينا الساعة. إذا غادي نديروا هنايا هنا نردوها مينيت وهنا سيكونت، يعني عطاونا يجب علينا ايجاد الدقائق والسيكونت. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد كيقولوا له هاد المساله. غادي ندوزو الحصه الثالثه. غادي نمشيو السؤال السادس. الونوا باللون نفسي كل مدتين مجموعهما واحد اخ، يعني قالوا لنا كل مدتين، يعني احنا نمشيو المده على حسب مينوت مع المينوت، سيكونت مع السيكونت، الاوغ مع الاوغ، يعني هكا. غادي نمشيو هنايا، عندنا 45 مينوت معاها 15 مينوت. إلا درنا 45 مينوت زائد 15 مينوت شحال غادي تعطينا؟ 5 مع 5 10، الربعة مع الواحد 5 والواحد 6، يعني غادي تعطينا 60 مينوت. 60 مينوت هي ساعة. إذا هادو زوج يتلونوا كيف كيف. غادي نمشيو هنا لتسعة وخمسين مينيت مع تسعة وخمسين سيكونت. غادي نمشيو نزيدو واحد سيكونت، إلا زدنا واحد سيكونت على تسعة وخمسين مينيت، واحد سيكونت على تسعة وخمسين سيكونت غادي يعطينا 60 سيكونت. 60 سيكونت إلا زدناها على تسعة وخمسين سيكونت هاد 90 سيكونت، نردوها لتسعة وخمسين مينيت. واحد ستين سيكونت هي واحد مينيت، واحد مينيت إلا زدنا على تسعة وخمسين مينيت غادي يعطينا 60 مينيت،
وستين مينيت هي ساعة. إذن هذا غادي نلونوه مع هذا مع واحد سيكونت. غادي نمشيو للثالث، عندنا 100 سيكونت وهنا بقات لنا 3500 سيكونت. 100 سيكونت الا زدناها على 3500 هنا 100 نزيدوها على 500 تعطينا 600، يعني 3600 سيكونت. 3600 سيكونت هي واحد ساعة حتى هي. اذا هذه غادي نلونوها مع هذه، صافي مفهوم؟ هادي لونوها مع هادي، هادي لونوها مع هادي، وهادي تبقى لنا هادي لونوها مع هادي. غادي نمشيو نوضعوا العمليات وانجز. يلا غادي نمشيو للسؤال السابع، نمشيو الاداء وانجز كما قلت لكم. عندنا هنايا غادي نوضعوا العمليه الاولى 17 لوغ 48 مينوت زائد 6 اوغ 20 مينوت 45 سيكوند. غادي نديرو العمليه، عندنا 17 لوغ زائد 48 مينوت، ما عطاولناش سيكونت هنايا 48 مينوت. غادي نديرو الاصفار تاع السيكونت باش تقاد لنا العمليه، زائد 6 اوغ 6 اوغ عندنا 12 مينوت، نديروها تحت هادي، وعندنا 45 سيكونت. هذه العملية نتاع زائد ماشي مشكل، يعني نقدروا نخدموا بها ماشي مشكل. عندنا 45 هنا لأن الأصفر عندنا بجوج الفوق، 8 زائد زوج هي 10، 4 زائد 1 5، والواحد هي 6، يعني هنا مينوت هنا سيكونت. عندنا الأوغ، عندنا 7 زائد 6 هي 13، وهنا الواحد تاع الاحتفاظ مع الواحد هي 23. إذن هنا كما راكو تشوفو 45 سيكونت هي هاديك، 60 مينوت راكو تشوفوها، يعني نقدرو نردوها في الساعات ما نخليوهاش في السيكونت في المينوت، باش تولي لنا هنايا يعني نقدرو نردوها هنا 23. إلا ردينا عليها 60 مينوت تقدري واحد 60 مينوت هي واحد ساعة واحدة، وتولي لنا هنا 24، و24 نعرفها بأنها جوغ، يعني نهار واحد، ربعة نهار واحد في عندنا 24 أوغ. إذا غادي نحولوها، وش غادي نخليو؟ هادي 45 سيكونت غادي نخليوها ما نقلعوهاش، هادي 60 مينوت غادي نردوها واحد أوغ، واحد أوغ. إذا غادي تولي لنا هنايا 24 أوغ. وربعة وعشرين أوغ نقدر نحولوها، وش تولي لنا؟ هنا تولي لنا الأصفار، يعني في الآخر غادي نديرو واحد جوغ، يعني نهار واحد، وما عندناش فيه المينوت، زيرو مينوت، وعندنا 45 جو سيكونت، يعني نقلعو هادي 24 أوغ، رديناها أن جوغ. رديناها ان جوغ، جوج اصفار نتاع المينوت، وغادي تولي لنا 45 سيكونت تبقى هي، يعني نزولوها هاكا اعزائي، يعني حولنا كل شيء هذا الخارج، ولا لنا واحد جوغ، المينوت ما كاينش، و 45 سيكونت. غادي نمشيو للعمليه الثانيه اعزائي عزيزاتي، عندنا 13 اوغ وعندنا 58 مينوت، وعندنا ناقص 30 سيكونت. 30 سيكونت غادي نقلع عليا هاد العملية لأن صافي راكو عارفينها، وعندنا 30 سيكونت كما قلنا. غادي نديرو عملية ناقص وهي 8 أوغ، 8 أوغ و 45 سيكونت، وهنايا ما عندناش المينوت كما راكو تشوفوا. عندنا في عمليه الجمع، العمليه الجمع القاعده شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا حتى نخرجوا الخارج وعاد نقدروا نحولوه، بينما
وهنايا كما قلت لكم عمليات ناقص، يعني خصنا نحولو، لان 30 كما راكو تشوفو سيكونت ما غاديش نقدروا نقصوها من 45 سيكونت. واش غادي نديرو؟ غادي نقلعو من المينيت، يعني المينيت غادي نقلعو منها واحد سيكونت ونردوه، عفوا المينيت نقلعو منها واحد مينيت ونردوه ل 30 سيكونت. وكما كتعرفوا واحد مينيت فيه 60 سيكونت. الا زدنا 60 سيكونت من واحد مينيت غادي شحال تولي لنا؟ تولي لنا 30 و 60 هي 90، 90 سيكونت. وهنا 58 غادي تولي لنا 57 مينيت، 57 مينيت. وهنا 13 غادي تبقى غير هي هي. اذا دابا غادي نقدروا نخدموا العمليات ديالنا. هادو هنا ما كيصلحوش، يعني صافي غادي نقدروا نديروا غير بهادو. اذا 0 ناقص 5 شحال يعطينا؟ يعني نحتفظوا 10 ناقص 5 تعطينا 5، وردوا الاحتفاظ هنا. 9 ناقص 5 تعطينا 4، يعني 45 سيكونت. غادي نمشيو للمينوت، نمشيو للمينوت. عندنا 7 ناقص 0 يعني تولي لنا 7، و5 ناقص 0 يعني تولي لنا 5. نمشيو للاغ، عندنا 13 الاغ ناقص 8 غادي تعطينا 5 اغ. يعني العمليه هي هذه، تحولت وتصاوبت وكلشي. غادي نمشيو للعمليه الاخرى اللي بعدها. عندنا 11 الاغ، هنا عطاونا غير 11 الاغ، هنا ناقص 4 اغ و10 مينوت و20 سيكونت. يعني عندنا هذه خصنا نريقلوها، ضروري نريقلوها باش تقادلنا مع السيكونت والمينوت. الا قلعنا من 11 الاغ قلعنا منها ساعه باش ردوها هنا 60 مينوت، غادي تولي لنا غير 10، 10 اغ. وغادي الا قلعنا من باش تولي، وهنا غادي تبقى لنا 20 سيكونت. غادي نريقلوها حتى هي باش عفوا هنا راه عندنا جوج اصفار سيكونت. يعني الا قلعنا منها من 60 مينوت نقلعو منها واحد مينوت، واحد مينوت هي 60 سيكونت. يعني غادي تولي لنا هنا 60، وهنا غادي تولي لنا 59. الى منين نقلعو واحد ونردوه هنايا هي 60 سيكونت، واحد مينوت هي 60 سيكونت. هنا غادي تولي لنا غير 59 مينوت، يعني قلعنا واحد. وهنا الاغ غادي تبقى 10 اغ، صافي حنا زولنا منها. اذا هادو نقلعوهم وتبقى لنا هاد العمليه هنايا 10 اغ، 59 مينوت و 60 سيكونت. دابا غادي نخدمو العمليه على خاطرنا. 0 مع 0 0، عندنا 6 ناقص 2 4 يعني 40 سيكونت. عندنا نمشيو هنا 9 ناقص 0، 9 ناقص 0 هنايا 9 ناقص 0 9 مينوت. عندنا 5 ناقص 1 تعطينا 4. عندنا هنايا 10 ناقص 4 شحال غادي يعطينا؟ يعطينا 5. غادي نشوفو تدير هنايا 10 ناقص 4 تعطينا 6 اغ. غادي نمشيو التمرين الثامن. الي 19h25 مينوت، الي ا اونكور بوزوان دو 45 مينوت بور بروندر سون ديني، اي 55 مينوت دو تراجي بور سو روندر ا سون سبيكتاكل qui commence à 21h. Va-t-il arriver en avance ou en retard? Justifie ta réponse. يعني واش قالوا لنا هنا؟ قالوا لنا علي محتاج الى 45 مينيت بوغ هنا باش ياكل العشاء ديالو، والطريق باش يمشي في الطريق خصو 55 دقيقه ليذهب الى العرض، لان سيقدم واحد العرض مع 9 نتاع الليل. اذا هو هل سيصل قبل يعني افونس، او غوتار يعني بعد متاخر.
قالوا لنا يعني خصنا نعلل الجواب ديالنا. واش غادي نديروا اعزائي عزيزاتي؟ غادي نشرح لكم بواحد الطريقه يعني باش تفهموها مزيان. غادي نديروا الطريق يعني اللي غادي يتبعها علي باش ينجح يعني باش يوصل في الطريق. عندنا واش عندنا 45 دقيقه 45 مينوت. انت من انت العشاء ديني العشاء. غادي عندنا 55 دقيقة 55 مينوت لمن الطريق اللي غادي يقبضها باش يمشي. وعندنا العرض ديالنا هذاك راه باين غادي يبدي مع غادي يبدي مع 9 العرض العرض غادي يبدي مع 9. اذا هنا على من خصو يخرج؟ خصو يخرج مع 7:25 يعني هي 19 الأوغ. منا هو راه عنده 7:25 دقيقة. إذا واش غادي نديرو؟ غادي بطبع الحال غادي نديرو 19 غادي نديرو 19 الأوغ. واش غادي نديرو؟ كما قلت لكم غادي نديرو 19 الأوغ يعني نتاع هاد الساعة 19:25 مينوت زائد 55 مينوت زائد 45 هنايا 45 مينوت نسيت هنا نمسحوها 45 عاد زائد 55. واش غادي نديرو؟ غادي نقومو بعملية الجمع نتاع حد الاعداد. نقبضوا واحد الوريقه وغادي نجمعوا فيها ان شاء الله هاد العمليات باش واش قلنا عمليه الجمع فوقاش كتحول حتى نخرجوها. غادي ندير لكم عندنا 19 الاغ وعندنا 25 مينوت ياك زائد شحال قالوا لنا زائد 45 مينوت. غادي نديروها تحت المينوت المينوت كتبع المينوت وزائد 55 مينوت وهادي اغ هنا تبقى لنا 0 0 اغ وهنا 0 0 اغ هنا مينوت. غادي نجمعو الاعداد ديالنا. اذا هنا مينوت واش غادي نجمعو هادو؟ عندنا 5 زائد 5 زائد 5 شحال هي 15. عندنا الخمسة والربعة هي 9 والواحد هي 10 12. الخمسة والربعة 9 والواحد هو 10 والزوج هي 12 هي هاتيك. وغادي نمشيو ل 19 تبقى لنا غير هي هي. واش في ظنكم ان 125 مينوت يعني كاينة؟ لا. اذا غادي تقعد لنا الا بغينا نحولوها نردوها غير بالساعات. اذا 125 مينوت شحال عندنا مدقيق شحال عندنا مساعه فيها؟ الساعه فيها 60 مينوت. غادي نديرو 60 زائد 60 شحال هي 120. اذا غادي نخليو غير جوج ستينات وغادي تبقى لنا 60 و60 120 وتبقى لنا 5. غادي تبقى لنا هنا نهودو 5 مينوت وهادي 19 عندنا جوج سوايع 19 والجوج هي 21. 21 اغو شكن نعرفوها بانها التاسعة غادي يوصل للتاسعة وخمس دقائق يعني 5 مينوت. اذا واش هما قالوا لنا خصو فوقاش خصو يوصل مع التاسعة اذا عنده الوقت. غادي ندير واحد العملية هنا يعني هو راه وصل في التاسعة وخمس دقائق عنده يعني يستطيع الوصول يعني il arrive en avance il va-t-il arriver en avance va-t-il on avance يعني ماشي روتار on avance يعني غادي يمشي بكري on avance
لقد وصلنا أعزائي عزيزاتي لنهاية هذا الدرس، ونتمنى تكونوا فهمتوا مزيان الدرس مزيان. شكرا لكم أعزائي، وإلى اللقاء في درس مقبل إن شاء الله. وما تنساوش ديروا لي جيم وديك أبوني اللي تحت الفيديو، يعني الحمراء اللي مكتوبة تحت الفيديو الحمراء هذيك تضغطوا عليها وتولي أبوني سوداء. وما تنساوش ذاك الجرس تهو تفعله، يعني تطوع الجرس ويولي بين قوسين. إذا التمارين ديالي كلها غادي توصلكم، والحلول كلها غادي توصلكم. شكرا لكم أعزائي، نتمنى لكم النجاح والتوفيق في دراستكم.